بوثينة بوثينة من سوق ناش ماركت المعروف بالمقاهي والمطاعم المتجمعة هناك. أهلا بيكي بوثينة. أهلا ريم. بوثينة، كيف ترصدين حركة المطاعم والمقاهي في اليوم الأول بعد افتتاح إعادة افتتاحها اليوم؟ اليوم تم افتتاح المقاهي والمطاعم والفنادق بعد إغلاق دام لمدة 4 أسابيع، وذلك بتعتبر فيينا هي آخر مقاطعة في المقاطعات النمساوية التي قامت بفتح فن الطهو مرة أخرى، ولكن ضمن قواعد المعروف عليها اللي هي تطبيق الامتثال لقاعدة اتسفايجي وأيضا ارتداء ماسك FFP2 باستثناء في المقاعد، وأيضا بضرورة تقديم حالات الاتصال الخاصة بكل الزائرين للمطاعم. أيضا ممنوع أو لم يسمح بالمناسبات التي تضم بأكثر من 25 شخص في الداخل أو 300 شخص في الخارج، وأيضا تظل المقاهي الليلية والمراكز والحانات مغلقة لحين إشعار آخر. وأنا عملت جولة بسيطة دلوقتي قبل لما أبتدي معاكي، ولقيت إنه إن إحنا موجودين دلوقتي في الناش ماركت مكان موجود فيه مطاعم كتير جدا، هي تعتبر كلها مفتوحة باستثناء أو باستثناء 2 أو 3 مقفولين، وفي برضو ناس موجودة بشكل معتدل، ما فيش ناس اللي هي كتير قوي وما فيش ناس اللي هم بعدد صغير، وذلك بسبب طبعا القواعد تقليص أعداد الناس اللي مسموح ليهم بدخول الأماكن اللي زي دي زي قاعدة اتفايجي. نعم بوثينة، النهاردة بدأت تدابير الدخول إلى النمسا، ماذا تخبرين عن هذا الموضوع؟ من اليوم تم الامتثال أو تم تطبيق قواعد أكثر صرامة لتدابير كورونا أو الدخول إلى النمسا من جميع دول العالم، وذلك بسبب متغير أوميكرون. ضمن هذه أو تضم هذه اللائحة من وزارة الصحة أن يسمح فقط للأشخاص الذين لديهم شهادة تطعيم أو شهادة تعافي بالإضافة إلى اختبار PCR إيجابي، يسمح لهؤلاء الأشخاص فقط بالدخول من جميع أنحاء النمسا إلى أو من جميع البلاد إلى النمسا، أيضا لعدم الدخول في منطقة الحجر الصحي، وللخروج من الحجر الصحي بيلزم أيضا اختبار PCR سلبي لا تتعدى مدته 72 ساعة. أيضا تم رصد أو وجود حالة تسونامي لإصابات أوميكرون في بعض الدول زي لندن، وفي نفس الوقت بيتم استمرار حركة الطيران، بيتم هبوط حوالي 48 رحلة من لندن إلى سالسبورغ وفيينا وإنسبروك. تم رصد حوالي 300 حالة أوميكرون في النمسا كلها، في حالة أو في بعض ممكن نقول عليها عملية تعتيم من وزارة أو من الحكومة النمساوية، ولكن تم أيضا رصد حوالي 217 حالة أوميكرون في فيينا، منهم 198 حالة يندرجون تحت الحالات النشطة. نعم بوثينة، في اليومين الماضيين أيام السبت والأحد شهدت فيينا ما بين حركات ما بين تظاهرات بين مؤيدي ومعارضي اللقاح أو تدابير كورونا إلى الأحد الذهبي، ماذا تخبرين عن اليومين الماضيين؟ هو بالنسبة للأحداث التي حدثت في نهاية أو في عطلة الأسبوع، كان في يوم السبت ظهرت أو تم إنشاء العديد من المسيرات تضم أو كانت تضم عدد كبير جدا من المظاهرات عبر فيينا وسط المدينة. هذه المظاهرات كانت لمنتقدي أو معارضي اللقاح الإلزامي، كانت هذه المظاهرات أو تم الفقد على السيطرة على هذه المظاهرات، 2000 شخص قاموا بكسر حواجز الشرطة والدخول إلى شوارع التسوق اللي محظور التظاهر فيها. تم أيضا هذه المظاهرات أسفرت عن 309 حالة 309 بلاغ و7 اعتقالات وإصابة ضابط شرطة و208 حالة تحديد هوية. كانت هذه المظاهرات بالفعل كانت تضم عدد كبير جدا من المتظاهرين. في المقابل يوم أمس أو يوم الأحد انطلقت مسيرة تضم حوالي 30,000 متظاهر لتقديم أو تأبين للأشخاص الذين فقدوا من وباء كورونا، وكانوا 13,000 حالة وفاة. أيضا قدم الرئيس الفيدرالي ألكسندر فاندر بيلن تضامنه مع هذه المسيرة
بشمعة وضعها على نافذة قصر هوفبورغ، وأعلن تضامنه عن بعد مع هذه المسيرة. أيضا كانت هذه المسيرة تضامنا مع القطاع الطبي والمستشفيات التي شهدت تكدس كبير جدا لمصابي كورونا. أيضا كانت هذه المظاهرة بمثابة رد على المظاهرات التي نشأت في الأسابيع القليلة الماضية وما زالت مستمرة حتى الآن كرد على هذه المظاهرات لمعارضي كورونا ومعارضي اللقاح الإلزامي. أيضا كان بالأمس شهد أمس والذي يعرف بالأحد الذهبي تم فتح استثنائي لبعض الأماكن التسوق التي لم تكن مفتوحة أيام الإغلاق. أيضا كانت محلات السوبر ماركت والصيدليات مغلقة لأنها كانت مفتوحة في أيام إغلاق. شهد هذا اليوم الأحد الذهبي أو كان يعتبر يوم تاريخي لأنه كان عملية فتح استثنائي منذ 60 عاما. شهد أيضا يوم الأحد الذهبي حالة تسوق غير مسبوقة وحالة ازدحام شديد جدا بالمتسوقين بالأشخاص الذين يذهبون للتسوق. تم تعويض أيضا حوالي 380 مليون يورو مبيعات في هذا اليوم، ولكن أيضا هذا لم يعوض الخسارة أو خسارة الإغلاق التي كانت خلال 20 يوم السابقين. نعم حسينة، وسؤالي الأخير لك ووجودك في الناشماركت، كيف هي حركة المقاهي والمطاعم عندك؟ هي ضئيلة أم كثيفة؟ والله من خلال الجولة اللي أنا عملتها بصراحة لقيت إن الوضع هادي جدا، ما فيش الحركة اللي نقول عليها كبيرة قوي، وفي ناس كتير جدا مليين المطاعم ولا في ناس بعدد صغير. الحركة ضئيلة جدا أو ضئيلة إلى حد ما، يعني معتدلة ممكن نقول عليها كده يعني. نعم شكرا لك بوسينة على هذه التغطية المفصلة. شكرا لك. شكرا لي. والآن أنا